السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. انتما كتشوفوا هذا الفيديو، المهم سمحوا لي في هذه اللقطه البات، كنت كنهضر بصوتي ولكن لقيت شي مشكل، ما عرفتش شنو السبب، وماشي مشكل غنشرح بصوتي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله البات غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الرؤوس السوداء، كتحيد الرؤوس السوداء. الصراحه زوينه، مجرباها البنات، هذه ثالث مره كنجربها. كنت شفتها البنات في واحد القناه، باش ما نكذبش عليكم، كنت شفتها في واحد القناه وجربتها، وزعما زوين واش زوينه داك القومه الصراحه، كيحيد لك الرؤوس السوداء. بحال حنا اللي ما عندناش البنات، راكم عارفين كاين اللي ما عندوش باش يشري ماسك غالي، كاين اللي شحال من حاجه، هما يقضي بحال هذا، الله يجعل البركه. اول حاجه البنات كنحتاجوها في المهم في هذا القماش اللي كنحيدو به الرؤوس السوداء، هي كنحتاجو نص عويشق ديال الملحه، وسميتو نص عاشق ديال سميتو ديال الصينيه. المهم على حسب، ماشي غنقول لكم نص عاشق، على حسب انت المناطق اللي واش دير لهم، اللي فيهم لي بوان نوار، زعما ماشي بالضروره اذا كان عندك نيفك مثلا فيه بزاف تقدري تكثري. والصينيه اللي قدروا شي بلات يقولوا لي دنيا الصينيه المضر ولا شي حاجه، ما كاين، ما عندش مضر اختي، بالعكس، لان انا كنحكوا به سنان، انا بعض المرات كنحكوا به سناني وكيدوز ليا شويه كناكل، والله العظيم ما نكذب عليكم، وكيجيني حلو كاع والله العظيم البنات، زعما ما فيهاش شي مضره. والملحه عادي البنات، راه غير شويه ماشي مشكل، راه كاين شي مواد اللي فيهم الملحه، والله العظيم الملحه زوينه ماشي خطيره، لاننا ما غاديش نكثروا منها. وهانتوما كيما شربت ان شاء الله غنخلط المزيج ديالي في هاد الجبانيه هادي، وغادي نديرو ان شاء الله معكم، وغتشوفوني ان شاء الله قدامكم في المرايه، غادي ندير القماش اللي في انايا الاولى، وراني اصلا مجرباه، لا اي حاجه الله يستر تكون مضره ولا شي حاجه، راه كنجربها في انا الاولى، هانتوما كيما غتشوفوا جربتها قدامكم. وملي ان شاء الله غادي تشوفوني، وغادي تشوفوني ما غسلتشني فيها البنات، انا هزيت غير ديك القطن، راكم عارفين القطن ديال المكياج وداك الشيء، انا ما كنديرش المكياج، ولكن داك القطن نفعني الصراحه، هكا كنبغي نمسح به شي حاجه في وجهي، حاجه كنديرو. المهم البنات كيما شفتو هزيت داك القطن اللي ساليت، دابا تشوفوا، المهم ما نحرقش المفاجاه حتى لاخر الفيديو، غادي تشوفوا كلشي. ها انتم البنات، هنا هزيت نص عاشق ديال الصينيه، لان هذا عاشق كبير تبارك الله، هذا اللي كبوش فيه الصينيه، غادي ندير للجيران كلهم يديروا اليوم قماش ديال يحيدوا لي بوان نوار. المهم صافي، هذا ما كانش الله، غادي المهم ندير هذا الصراحه، البنات هاد الصينيه والله حتى واعر صراحة، فن 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 ابار هاد المسودة، فن الله يتفن، هو راه كولكات، كولكات، هو كولكات عرفتي، فن يا البنات الصراحة، جربته زوين، ننصحكم به والله حتى زوين. المهم البنات، اهم حاجة ما نبقاوش بلاش، ضروري ديرو فيديو وفيديو، المهم هاد الفيديو ديال اليوم نتمنى ان يعجبكم. شكرا بزاف للبنات اللي كيشجعوني، شكرا بزاف على التعليق ديالكم، راه قريتهم كاملين ديال البارح، شكرا بزاف للناس اللي ضامنوا معايا وقفوا في جنبي وقالوا لي راه عندك الله وعندك حنا، ما تبقايش تقولي عندك الله ثم حنا، ما تقوليش ما عندي حتى شي واحد، الحمد لله هادشي بفضل الله، الحمد لله هذا خير من عند الله، اللي تعرفت على ناس بحالكم، ناس اللي ظريفين وقلوبهم كبار بزاف 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 بزاف، الله يخليكم ليا يا ربي، والله يعطيكم الشفاء في خاطركم. المهم اخوتي كما شفتوا هنا، ان شاء الله غادي ندير نمزج هذا الخليط دابا بين الملحه والصينيال، وغادي نديرو ان شاء الله البنات. وانا الصراحه ما عنديش لي باور في شي بلايص اخرين، زعما في الحناك ولا حدا الودنين ولا زعما في عنق ولا شي حاجه، الصراحه انا فيه هو اللي مشوهني البنات، كما قلت لكم داير ليا حاله مشوهني الصراحه، فيه بزاف بزاف داير فيها البنات، بعد دوك البلايص ديال الرؤوس السوداء عرفتي راه كبار، كتشوفي بحال هكا كتلقاي الحفره وكيبان داك الرؤوس السوداء. وان شاء الله باش هاد الوصفه غنبقى مداومه عليها ان شاء الله، وراني المهم راه غتبان لي النتيجه كثر، دابا راه بانت لي النتيجه والله حتى ولاني في الرطب، ما بقاش كما كان. تخيلوا البنات، في الاول كنت ني في كنقيسو داك الشيء خارج هكاك وما كيبغيش يتحيد، كتسولي الماسكات البنات راكم عارفين غاليين، راه شنو نقول لكم، ها ديال الفاخر، ها ديال الذهب، ها ديال راكم داك الشيء حنا ما نوصلوش ليه، داك الشيء بعيد علينا حنا الدراويش، نبعدو من داك الشيء، ياك البنات كاين ولا ما كايناش، نبعدو من داك الشيء، قدام بعد تسمع الارض، نمشيو غير الوصفات الطبيعيه، وداك الشيء اللي رخيص، داك الشيء ديال 5 دراهم 10 دراهم، الله يجعل البركه، 10 دراهم راه بزاف في هذا الوقت. ايوا نتوما كيما شفتوا، دابا هنا ان شاء الله ما تشوف، ما عقلتش مشيت نجيب، مشيت نجيب القطن باش نحطو حدايا، ما بغيتش نبقى خارجه داخله، بغيت نبقى في هذه البلاصه هي اللي كنبقى نصور فيها الصراحه، كنرتاح فيها. هانتوما كيما شفتوا هنا ان شاء الله غادي نبدا، المهم غنبدا ان شاء الله دابا نصايب في هذا الكوماج هذا النيفي، هي مشكل واحد اللي لقيتها البنات، مع راكم عارفين اختكم دنيا ما كتشوفش، تشوف والو زيرو، ما بقيتش كنشوف كيما شفتو البنات هنا، ملي حيت نضاضر الصراحه كنجي غريبه بلا نضاضر، والله العظيم حسيت براسي براني على راسي. المهم حيت نضاضر ما كنشوف والو البنات في هذه اللحظه الصراحه، لان راكم عارفين النضاضر خاصك تداومي على بغيتي يرجع لك الشوف، او الا ما رجعش لك الشوف راه كتبقاي تلبسيهم دايما ماشي مشكل، غير هي البنات الصراحه هنا ما كنشوف والو، راه يلاه ملي كتحيدي النضاضر
ملي كتحيدي النظاظر راه كتحس في الاول كتحسي بواحد التلاميس. انا داك الشيء اللي وقع لي في الاول حسيت بواحد التلاميس في الشكل، ومور هذا بعدا بقيت كنشوف عادي، بديت كندير البنات هذا الكوماج هذا اللي في حاشاكم بعدا كندير هذا. المهم راه الاصل راكم عارفين لي بوا كيكونوا في النيف بزاف، انا كنضحك عرفتكم غتكونوا كتشوفوا كتضحكوا عليا. المهم انتم البنات كيما شفتوا ان شاء الله غادي ندن، المهم غنطلصوا كامل بحال هكا بحال هكا في كامل. انا الصراحه كما قلت لكم في الاول ما عنديش فحناكي، في حيت كاين كيكون عندها فحناك ها كيكون عندها رقيق في شي بلايص بحال هنايا، انا ني في واخد ليا كل شيء مسكين، هو اللي واخد الخير والبركه. هو اللي واخد الخير والبركه، المهم ني فيه هو اللي محن في هذا الشيء كامل. ان شاء الله غنبقى معاه باش ما يبقاش فيا شي. كنت معقده من هذا الشيء كامل، كنت معقده من هذا الشيء ديال لي بون واغ، والله كنت معقده. المهم دابا ان شاء الله غادي ندير سمسم. المهم البنات كما شفتوا انتم ان شاء الله دابا غادي، المهم غادي انا ما خليتوش البنات ما خليتوش زعما يكرم، لانني كان عندي ما يدار. ومهم كانت كتعيط لي واحد جارتي، المهم زربت حيدته انا غير بهذا، ما هو البنات لا كرم تقدري بقاي تحكيه بحالك، وراه غتشوفي اش غنشرح لك في الاخر غتبقى. المهم حتى الدراري يقدروا يديروها، ماشي بالضروره حتى البنات، حتى الدراري يديروها ماشي مشكل، لان هادشي ماشي عيب، شي حاجه اللي عيب راه باينه ديال اللي ما خاصش يديروها الرجال راه باينه، شي حاجه اللي طبيعيه راه عادي، راه عادي دير بحال هكا ماشي مشكل عادي. حيت لي بوا كيكونوا في البنات وكيكونوا في الدراري، هادي حتى ليكم الدراري كنتو كتفرجوا فيا ديروها عادي. المهم البنات كيما شفتوا غتبقى تحكي بحال هكا، ملي غادي تكوني يكون كرم فوقني كتبقاي تفركي بحال هكا بيدك، هذاك الشيء غبقى يتحيد الراسو. اما انا بقيت كنكرط بداك البونج هنا كيما قلت لكم كندويها مع راسي، الصوت مشى ليا ما فهمتش شنو هو السبب. ملي كندير البنات نضاد الصراحه كترجع ليا الرحمه، والله الا شوف راه رحمه عند الله، والله العظيم الا رحمه كبيره. شفتوني في البنات كيحمر هنايا صافي، هنا والله حتى كنحس بالفرق. هنا في الاول ملي ما كنتش دايره، ملي ما كنتش دايره الكوماج وملي درتو والله حتى فرق كبير، فرق كبير ديال بصح والله العظيم. المهم البنات كيما شفتو نتوما صراحه زوين هاد الماسك، ماشي ماسك هو كوماج ديال الرؤوس السوداء، زعما زوين زوين الصراحه هو زوين. عرفتي علاش مبقاتش في انه زوين؟ حتى في خباركم كنت مخنوقه ملي درتو تنفس مع، راكم عارفين سنين كتكون فيه واحد ديك في اليو داكشي كيحل لينا المسامات ديال النيف ديال داكشي، وهانتم والله الا كان نيفي انا نقول لكم انا انا من الناس اللي عندي الرؤوس السوداء بزاف ومعيقين، اللي تقدر تقبل كتبان لي كبيره في هذاك، المهم في هذاك الشيء الكحوليه بزاف هنا تلقاي هنا هنا هنا، ولكن انا فيه في كاع وجهي، ولكن البلاصه اللي مركزه فيها هي هذه. اما هنا اللي كيطفى الضوء ما شديوش على الكاميرا سميتو على هذا الانجليزي كتطفى مره مره. اما بنات هاد الحبوبات اللي كتبقاو تشوفوا، ماشي الحبوبات، اللعيبات اللي كتشوفوا بحال مقلعين ليا من وجهي راهما بحال هكا، راه ملي كنت صغيره جاني بحمرون وما المهم ما خليتوش يبرع على خاطر، بديت كنحيد، لان بزاف د البنات كيقولوا لي داكشي اللي في وجهك شنو هو، دوك هذوك الثقبات اللي بحال مقلعين شنو هما، انا ما عرفتش شنو هما، راكم عارفين بحمرون كيخصكم كيخصكم ما تقيسوش. وحتى وليداتكم دابا نصيحه ليكم، وليداتكم مثلا جاهم بحمرون لا قدر الله لا يستر، هو راه ما كيعلم، ما كيجي معاه كيجي الكبار وكيجي الصغار، تحضيو معاه لانه هو اللي خسر ليا وجهي. شوف وجهي كيولا هو بسبب وخسر، هانتوما هنا هنا ما كانش، حيت وحده ملي كتكون صغيره ما كتكونش عارفه، راه ملي غتكبر راه وجهها هو كلشي، دابا على وجهها صافي. ما كنتش عارفه، كنت غير كنلقاها براتني كنفقسها، هاد براتني كنفقسها، وملي بديت كنفقس فيهم كاع داك اللحم تحيد. هانتوما شوف البولا شعلت، اسراء شعليها ليا، شوفي اسراء شعليها شعليها ليا، راه ما عتمالها. هذا هو المشكل، هانتوما شوف هو هما سبابي دابا، هما اللي معقديني، واني ماشي مشكل عادي والله، ده عادي ولفتهم ولاو مصاحبين معايا هاد هاد اللعيبات. شعلي اسرى ديك اللعيبه اللي طفات، يلا شعلي راه كاين ظلام. قلت لكم البنات جربوا هادي، البنات اللي غادي يقولوا لي لا راه صينيه اللي يقدر يكون خطر، ماشي خطر. علاش خطر؟ حيت حنا اصلا هذا مدير المناطق الحساسه، مثلا فمنا لانه حساس سميتو كنغسلو بيه فمنا، فمنا كيقدر يهود لك شويه المعده شحال من حاجه، عساك غير البشره من الفوق. واصلا هذا زوين والله ما كيضر، انا نقول لكم هادي راه كنجربو دائما. غير هي البنات الوصفات الصراحه كنت واحد ليامات كنبقى نبحث ونسول الناس اللي مجربين الوصفات، وكنت عقست واحد ليامات، ودابا ثاني شقات لي كنت باغي فوق ندير لهم هاد الوصفه كنديرها، حيت انا الصراحه عندي بزاف. واش دابا البنات ملي كتبقاي تحيدي في هاد البومه، نتوما هاد الكوماج هذا ديال النيل ديال الرؤوس، ملي كتحيديه ملي كتبقاي تحكي في اللو، انا ما خصوش يكرم بزاف، خليه يكرم مزيان، بقاو تحكوا بحال هكا. انا نضر قبيله راه حيدته ما بقيتش كنشوف والو، انا هما لبسهم نشرح لك، بقى نحكوا بحال هكا، نعم نحكوا بحال هكا، غادي يبقى دوك هذيك الملحه. والملحه حتى هي راه زوينه، ما دير لكم والو، غير شويه ما تكثروش الملحه، انا ما كثرتش غير راس ديال الملحه، غير هذوك الحجيرات ديال الملحه تبقى تحكي بهم، غيبقاو الريوس ديال
الرؤوس ديال سميتو ديال الرؤوس السوداء بداو يطيحوا، لانك ما يمكنش بحالنا حنا ما عندنا باش نشريو الماسكات الغاليين، راكم عارفين الماسكات كيكونوا غاليين بزاف، ديال هذه كتبيض الوجه، هذه هي راه واحد القضيه، ما كاينش حاجه كتبيض الوجه، كاينه غير حاجه كتوحد البشره، لان ما كاينش حاجه كتبيضها، اللي عنده شي لون راه غيبقى فيه غير هو كيتهلا في راسه، بحال كيفتح ديك البشره ديالو وكيخليها ترجع للحياه وصافي. انا الصراحه ما كنتهلاش في راسي، هذه باينه. سميتو، اما دوك الماسكات راكم عارفينها 6000 ريال 7000 ريال، الناس اللي عندهم الله يسر لهم الامور، اللي ما عندهمش مساكن بحالي يقضيوها باللي كان بحال هادي. دابا هذا راه شغل باقي، هذا ردي يديروا به 3 ولا 4 ولا ان شاء الله نخزنه وغير الوحوش. صافي هذا ما كان، المهم جيت اليوم نتمنى هذا الفيديو يفيدكم، يا ربي يفيدكم يا ربي، كندير اللي قدرت عليه وكندير اللي قدرني عليه الله يا ربي، باش المهم انا كنحاول، ما كرهتش، انا ما كرهتش نوع عليكم، والله ما كرهتش، ما كرهتش نخرجكم، ما كرهتش كل مره حاجه ما كرهتش، ولكن الوقت كديرها ان شاء الله في المستقبل يكون خير يا ربي. ما تنساوش لي غير لي لايك ولي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو. بالسلامه عليكم، ان شاء الله حتى شي فيديو جاي.